بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب وطالبات طلاب الصف الثاني، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. اليوم طلاب الأعزاء سوف نقوم باستكمال لدرسنا وهو درس النملة النشيطة. اليوم طلاب سوف نقوم بحل تدريبات الكتاب صفحة 58 و59 ونتعلم أهم المهارات اللغوية إن شاء الله. هيا فلنبدأ معا طلاب الأعزاء. توقفنا طلاب الأعزاء، التدريب الخامس، أصل الكلمة بضدها في المعنى. هنا جائعا، جاء، أعطى. هنا ذهب، نزل، شبعان، أخذت. هنا ضد أي عكس، جائعا، ما ضد جائعا؟ نعم ممتاز، إنها شبعان. جاء ضدها ذهب، أعطت وضدها أخذت. إذن مرة أخرى، جائعا ضدها شبعان، جاء ضدها ذهب، ضدها أي عكسها، أعطت وضدها أخذت. هيا سنقوم بتوصيل الكلمات. أعطت، أخذت. ننتقل إلى التدريب السادس، أحلل الكلمات إلى مقاطع. سوف نقوم بتحليل الكلمات إلى مقاطع. هنا المطر يأكله فائدة، هنا المطر يأكله فائدة. سوف نقوم بتحليلها إلى مقاطع. المطر، المطر. هيا سنقوم بتحليلها. المطر، هنا كوننا أربع مقاطع من كلمة المطر. يأكله المطر، ونلاحظ أنها لام قمرية أيضا وهي اسم. هنا يأكله، يأكله، ياء، كو، لو، هو، يأكله. هنا نكون منها، من كلمة يأكله، أربع مقاطع. ونلاحظ كلمة يأكله هنا يأكل فعل مضارع. هنا فائدة، فائدة. ما معنى فائدة؟ أي منفعة. فائدة هنا سنكون منها أيضا أربع مقاطع. فا هنا مقطع طويل، إي مقطع قصير، د مقطع قصير، تون أيضا مقطع قصير. أصبحت فائدة هنا، فا إي د تون، فائدة. ننتقل إلى التدريب السابع، أركب من المقاطع كلمات وأكتبها. نركب من هنا التدريب السادس، أحلل التدريب السابع، أركب من المقاطع كلمات وأكتبها. هنا طلب، أصبحت طلبة. طلب، أصبحت طلبة. غلب، أصبحت غلبة. قلب، أصبحت قلبة. هنا شتاء، أصبحت شتاء. شفاء، أصبحت شفاء. شراء، أصبحت شراء. نلاحظ أنها جميعها انتهت بهمزة متطرفة. هنا التدريب الثامن، أعيد ترتيب الكلمات لكون منها جملتين مفيدتين. هنا لدينا كلمة المطر، في فصل ينزل الشتاء. هنا سنكون نوع جملة اسمية، المطر ينزل في فصل الشتاء. هنا سنكون جملة فعلية، ينزل، سنبدأ بفعل وهي ينزل المطر في فصل الشتاء. تعرفنا أن هناك نوعين من الجمل، جملة اسمية هي الجملة التي تبدأ باسم،
جملة فعلية وهي الجملة التي تبدأ بفعل. التدريب التاسع سنقوم بمراجعة المذكر والمؤنث. هنا أكل أحمد، أكلت عبير. هنا أكل أحمد، أكلت عبير. طبعا هنا أحمد هنا مذكر، عبير هنا مؤنث. أضفنا تاء، تأتي التاء التأنيث آخر الفعل إذا كان مؤنثا. هنا عبير مؤنث، أما أحمد مذكر. إذا عند كلمة أكلت سنضيف التاء التأنيث في آخر الفعل. هنا مؤنث عبير. جاء أبي، جاء أمي، جاءت أمي عفوا، جاء أبي، جاءت أمي. جلس علي، جلس علي، جلست سناء. هنا أضفنا تاء التأنيث كما نلاحظ. جاء أبي، جاءت أمي. جلس علي، جلست سناء. أضفنا إلى المؤنث هنا تاء التأنيث. جلست هنا أضفنا تاء التأنيث. عاد سامر إلى البيت وسلم على والديه. سوف نقوم بتحويلها إلى مؤنث. سنضع بدل عبير، بدل سامر سنضيف عبير. عادت عبير إلى البيت وسلمت على والديها، على والديها. هنا ننتقل إلى التمرين السادس. أملأ الفراغ على نمط مثال ثم أقرأ. جمع جندب الطعام، جمعت النملة الطعام. هنا تناول وليد الفطور، هنا تناولت سمر الفطور. شرب أحمد الماء، شربت حنان الماء. هنا من مذكر إلى مؤنث، حولناها من مذكر إلى مؤنث. كتب أسامة الدرس، كتبت لبنى الدرس. هنا أنتقل إلى التدريب الثامن، العاشر عفوا. أملأ الفراغ مما بين القوسين على نمط المثال. حين أهلا وسهلا، آسف، مهلا، من فضلك. هنا حين يساعدني، شخص أقول له شكرا. حين أطلب شيئا من أحد أقول له من فضلك. حين أستقبل الضيوف أقول لهم أهلا وسهلا. حين أعتذر من أحد أقول آسف. إذن حين يساعدني، طبعا هذه هي عبارة عن عبارات اجتماعية حتى تساعدنا على الشكر. هنا حين يساعدني شخص أقول له شكرا. حين أطلب شيئا من أحد أقول له من فضلك. حين أستقبل الضيوف أقول لهم أهلا وسهلا. حين أعتذر من أحد أقول له آسف. وهكذا طلابي الأعزاء، نكتفي إلى هذا القدر من حل التدريبات. سنكمل إن شاء الله في الحصة القادمة. دمتم بخير طلابي الأعزاء.